مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نزال نادر، المقاتل التركي يسقط الأسد المغربي جمال بن صديق ويطرحه أرضا، ويعتقد أنه فاز بالنزال، لكن جمال بن صديق يلقنه درسا قاسيا داخل الحلبة ويسقطه بالضربة القاضية، وذلك ضمن بطولة الكيك بوكسين بهولندا. وقبل مشاهدة هذا النزال النادر للمقاتل المغربي جمال بن صديق، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتم بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة تشجيع لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. Come on, relax, 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 relax